اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في. في هذا البث المباشر مباشرة من امام ساحة البرلمان، كي تشوفوا معنا وزارة تخليدا للذكرى السبعين لثورة الملك والشعب، تنظم وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل معرضا او معرض صور تاريخية تحت عنوان محمد الخامس والنضال من اجل الحرية والاستقلال، هنا بالساحة ديال محمد او شارع محمد الخامس امام البرلمان، حضور جماهيري كثيف مشاهدينا الكرام. هنا الناس تريد ان تتعرف عن تاريخ الوطن ديالها وعن تاريخ استقلال البلاد ديالنا. الله يحفظ لنا بلادنا والله يحفظ لنا الأسرة العلوية الشريفة التي يعني بها باش انها شكرا. يعني كي تشوفوا معنا مشاهدينا الكرام يعني التواجد الجماهيري، يعني ناس كثيف هنا يعني كي تشوفوا مشاهدينا الكرام الجميع هنا جاي باش انه يتعرف على التاريخ ديال البلاد ديالو الوطن ديالو، حتى الاجانب والسياح اللي كيتوافدوا على هذا المعرض كيجيو باش انهم يتعرفوا على البلاد ديالهم. تشوفوا السلام عليكم، ممكن نسولك؟ يعني صور تاريخية يعني تؤرخ لملحمة التحرير. يعني استقبال حار، هذه الصورة تؤرخ لاستقبال حار لمواطنات مغربيات لصاحب الجلالة رحمة الله عليه محمد الخامس.
مطار الرباط. سلام. يوم العودة 16 نوفمبر 1955. نوفمبر 1955 العودة المضفرة لجلالة مغفور الله محمد الخامس من المنفى. تشوفوا جات الملك حسن الثاني والأمير مولاي عبد الله الصهرة اللور يعني وراء ظهر المغفور الله محمد الخامس. استقبال صاحب الجلالة الملك محمد الخامس من طرف المقيم العام الفرنسي لويس ديبوا بمطار الرباط. سلام ورسم تحية العلم الوطني. شيء جميل جدا، الفرحة الكبرى للشعب المغربي بمناسبة ذكرى 16 نوفمبر من العودة. لخطاب العودة. الفرحة الكبرى للشعب المغربي بعودة السلطان ذات المغفور له محمد الخامس إلى عرشه. الشعب المغربي سعيد بهذه العودة، نساء ورجال كل شيء فرحان. جميل ورائع. أول صلاة جمعة لأمير المؤمنين الملك محمد الخامس بساحة صومعة حسان بعد العودة من المنفى نوفمبر 1955.
التوقيع على اعلان استقلال المغرب. حفل التوقيع على استقلال اعلان استقلال المملكة المغربية. لقاء جلالة الملك محمد الخامس بالجنرال فرانكو في مدريد. يعني حضور جماهيري كثيف هنا شيء جميل جدا ان الواحد يتعرف على التاريخ ديال البلاد ديالو. وثيقة المطالبة بالاستقلال. خطاب التاريخي للسلطان محمد بن يوسف بطنجة 9 ابريل 1947. الأميرة ليلى عائشة تلقي خطابا بطنجة 9 ابريل 1947. بن عرفة السلطان الدمية محاطا بحليفه الكلاوي والكتان. قال لي تكلف راه نتكلم. قال لي يرجع الله. شوفوا مشاهدي الكرام، هذه صورة تؤرخ لمحاصرة القصر الملكي من طرف الاحتلال الفرنسي أو القوات الاستعمارية الفرنسية. هذه صورة تؤرخ للمسيرة المصطنعة للقبائل تحضيرا لمؤامرة عزل السلطان. هذه المسيرة كانت من تخطيط القلاوي والكتاني الذين تزعما عريضة القياد ضد السلطان محمد الخامس. لا عاش الخونة، وإن عاشوا عاشوا في المدلة.
هذه كلمة من مقتطف لخطاب جلالة الملك محمد الخامس، يعني أخذ من كتاب التحدي لجلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه، حيث قال محمد الخامس السلطان محمد الخامس رحمه الله عليه: إني ملك المغرب الشرعي ولن أخون أبدا الأمانة التي ائتمنني عليها شعبي الوفي المخلص، إن فرنسا قوية فلتفعل ما تشاء. فعلا يعني لحظة الوصول إلى جزيرة كورسيكا مقر إقامة الأسرة الملكية بالمنفى في مدغشقر، ميلاد الأميرة للا أمينة في المنفى بمدغشقر. مراسلات من المنفى. العائلة الملكية بالمنفى في مدغشقر 1954. ولاية السلطان يؤم الصلاة بالمؤمنين في مسجد أنتسرابي بمدغشقر. دونتسرابي. يمكن تشوفوا صور جميلة هنا بقلب عاصمة الأنوار الرباط. الشهيد محمد الزرقطوني رحمة الله عليه، الذي يعتبر عنوان آخر للتضحية. 18 توفي أو اغتيل، توفي يوم 18 يونيو 1954. بن عرفة، الخائن بن عرفة، بعدما تم إلقاء قنبلة عليه بمسجد بالريمة بمدينة مراكش. انتفاضة فاس لحظة نفي السلطان محمد الخامس رحمة الله عليه. جيش التحرير ينظم نفسه، صورة جد معبرة. يعني مشاهدينا الكرام في هذا الفضاء، يعني ستشوفوا في هذا الفضاء مشاهدينا الكرام أسطورة المملكة المغربية، تاريخ هذا الشعب العريق، هذا الشعب الكبير بتاريخه، بالعظمة ديالو وبمناضليه وبملوكه الذين تعاقبوا على حكم المملكة المغربية الشريفة. تنشوفوا يعني صور رائعة وأكثر من رائعة، صور تترجعنا التاريخ ديال بلادنا اللي حنا فخورين به. شكرا.
وزارة الثقافة، وزارة الشباب والثقافة والاتصال عفوا على هذه المبادرة الجيدة والرائعة، هذه المبادرة الحسنة. تنقول لكم شكرا لكم بزاف 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 لأنكم أظهرتم ويعني خلتونا واحد جزء من تاريخنا اللي خاص بحال هذه المعارض تكون في جميع المدن المغربية، باش هاد الناشئة والجيل الصاعد يشوف بلاده ويشوف تاريخ بلاده. عاشت المملكة المغربية وعاش الشعب المغربي شامخا أبيا.